معانا دلوقتي كابتن عادل مصطفى المدير الفني للفريق. مساء الخير عليك يا كابتن عادل. مساء الفل. الف الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. عايزين بقى نعرف من حضرتك طبعا تفاصيل اكتر عن اللقاء النهارده. وحياتي قلت تفاصيل كلها، يعني قلت تفاصيل كلها بالتوقيتات، واحنا بس كبدانا الجيم كنا جبنا جول وضيعنا جوال كتير قوي. يعني الفتره اللي انا موجود فيها مع الفريق دي الحاجه اللي بتقابلنا شويه، في فيها صعوبه ان احنا التسجيل، في صعوبه شويه عندنا، فيش توفيق. ماتشات كتير قوي اللي لعبناها، بدايه ماتش المقاولين وسموحه والمصري، بس النهارده التوفيق كان معاكم شويه خالص. عايز اقول لك يعني نتيجه 4-3 لغايه 1-0، احنا يعني 1-0 في الشوط الاول احنا مضيعين حوالي 6 فرص من جوه ال 6 يارد يعني، وحاجات في العارضه وحاجات يعني فرص مؤكده، يعني مش فرص اللي هي يا رب نوصل، فرص مؤكده. يعني النتيجه اللي يقول 4 يقول ان احنا موفقين جدا، لا احنا ما كناش موفقين خالص، يعني عايز اقول لك 4 ومش موفقين. طيب يعني كابتن عادل، عايز اطمن من حضرتك بقى على مستقبل ناشئين النادي الاهلي، يعني شايف حضرتك فريق النادي الاهلي الناشئين عامل ايه؟ لا بصي، انا فريق 2003 بالنسبه لي في اول مره العبه جمهوريه، كان عندهم الكام سنه اللي فاتوا دول مرينا بمشكله شويه في تهيئه الاولاد نفسيا، ان هم ازاي يتعاملوا مع دورات البطوله وكده، وان هم يتعاملوا ازاي مع الفرق اللي بتنافسهم، اكيد كان فيها شويه مشكله، وده اللي بنشتغل عليه دلوقتي. يعني بنشتغل على جانب نفسي اكتر منه خططي او بدني، في جزء يعني في جزء بدني وخططي، لكن في جزء نفسي برضه. الفرقه بتاعتي مالها كذا سنه ما خدتش بطوله في النادي، فانا شايف ان دي برضه حاجه مشكله كبيره جدا لما الفرقه النادي دي فتره طويله ما تاخدش بطوله، دي حاجه مش كويسه. اكيد فبنبدا نشتغل عليها، وهم حتى الاولاد يعني مع الوقت يعني هو بس التوفيق، لكن هم الاولاد بيأدوا بشكل كويس، اتطوروا جدا يعني في الروح. يعني الروح برضه كان في مشكله فيها شويه، ان احنا ما فيش روح المكسب، يعني او في روح في الملعب بتأدي بس مش بهدف. بس يعني ان شاء الله الدنيا تتطور، وهم ماشيين في التراك يعني بشكل كويس يعني. بس محتاجه مكسب. يعني الماتشات اللي فاتت كان فيها عدم توفيق خالص، يعني مباراه سموحه مضيعين ضربه جزاء في الدقيقه 44 في الثاني، والمباراه خلصانه تعادل وبرده فيها كم فرص كتير ضايعه، ومباراه المصري نفس الشيء. يعني عندنا شويه اخطاء في التمركزات ليها علاقه برده بالنشأة. احنا برضو في حاجات، في مشكلة كنا بنقابلها من ماتشات كان في مسابقات خمس لعيبة وجول وست لعيبة وجول، فكان اختياراتنا للعيبة كانت اختيارات مهارية أكتر من اختيارات إن أنت تختاري الأماكن مستقبلا. فشوية عملنا مشكلة، بس يعني بنحاول إنها يعني مع الوقت إن شاء الله تتغير وتتحل، والولاد يبدأوا يبقى في يعني في تكيف على الشغل اللي هم بياخدوه. طيب كابتن عادل، قول لي مين مثلا لعيبه عندك في 2003 ناشئين بتتنبأ له ان هو هيكون نجم في فريق الكوره الاول يمكن كمان 5-6 سنين؟ لا والله بصي، في لعيبه في عندي في الفرقه بتأدي بشكل كويس، عندي ميدو ناديل لعيب كويس، عندي كريم عثمان، عندي بس مش عايز اذكر اسماء بعينها، بس في كذا لعيب ممكن مع الوقت ان شاء الله يتطوروا، في ولدين من 2004 انا بستعين بيهم برضه هيبقوا مستقبل النادي، واحد اسمه عبد الرحمن عم ممدوح، وواحد اسمه ميدو اسامه، دول من اللعيبه المميزه 2004 انا مستعين بيهم في 2003، فاعتقد دول ممكن يبقى ليهم دور ان شاء الله في المستقبل. في احمد داوود برضه بيأدي بشكل كويس، لعيب مدافع صحيح كورته كويسه، فيعني ان شاء الله بس يعني نعودهم على حاجات دلوقتي، ومع الوقت هنطلع ان شاء الله كذا لعيب للدرجه دي. يعني اتمنى يا كابتن عادل مصطفى نشوف كذا عادل بقى مصطفى طالعين من تحت ايدك. ربنا يخليك ويفيدوا النادي الاهلي، ويبقى يعني مرحله الشراء اللي احنا بنسمع عنها والارقام الرهيبه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي في مصر تبقى شويه. طبعا بنتمنى طبعا ان قطاع الناشئين عندنا بقى يعني يحل لنا المشكله دي مستقبلا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، وطبعا مدرب ناشئين النادي الاهلي.